يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب. اعمل ايه يا رب يا رب سلم. ماما ايه يا غزل؟ انا تعبانه النهارده وعايزه انام. عايزه تنامي ليه؟ عشان سهرانه طول الليل. قلتلك يا غزل خلصي مذاكره ونامي الساعه 8. لا يا ماما انا عايزه العب على الموبايل يا ماما. ماما صدقيني المعادة يا ماما انا هنام المعادة، لكن بكرة وكل يوم هنام بدر. ماليش دعوة، من النهاردة هتنامي بدر بس هتروحي المدرسة عشان المدرسة ما فيهاش هزار دلوقتي. يا ماما صعبين قوي. يلا عم محمود السواق مستنيكوا بره. يلا نبي. يلا جدعين يلا تعالوا ناموا بعد كده. حاضر. درس تتعلموه تناموا 8. فريوز. نعم يا غزل. انا عايزه انام يا فريوز، مش عايزه اروح المدرسه النهارده. وانا كمان يا غزل. فريوز. نعم. ما تيجي ننام في البيت بتاعنا من غير ما ماما تعرف. فكره حلوه قوي يا غزل. يلا يا فريوز. تعملوا الشقاوة يا ولاد. حاضر يا عم محمود. هقفل الشباك. لا يا عم محمود. هقفل الشباك. لا يا عم محمود. يا عم محمود انا عندي اغنية احسن. وريني الاغنية اللي احسن. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو صوصو. شاف القطة قال بزبز قالت له لو 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 لو. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها. انت وضعتو يا بطول وضعتو شكلها قامت القطة والقلب شايدو لما ما تجدلها. وادي جابت اللي ما يسمعش كلمة ما تقولها. ثواني يا ولاد شوفوا غزل وفاروز اتأخروا ليه. ماشي يا عمو محمود. الو يا عمو غزل، انا كده بقالي 10 دقايق مفيش حد جه، انتوا قلتوا نزلوا مفيش حد خالص. والله ما حد جه، ما فيش حد قدامي كمان، انا ببص اهو نازله لي. انا مستنيكي اهو، بس بالله عليك ما تاخريش عشان عندي دوره تانية. والنبي ماشي سلام. وذهب الليل طلع الفجر والعصفور صف شاف القطه قال بس قالت لونا نو. فين العيال يا عم محمود؟ يعني ايه العيال ما نزلوش يعني؟ مفيش حد نزل والله. ما غزل ازاي انت كلمتني رحت منزلهم على طول؟ طب انا واقف هنا مفيش حد كده بقالي 10 دقايق كمان. يا بنات فين فيروز وغزل؟ انا شفنا غزل وفيروز. لا يا عم محمود. انت بتهزر معايا يا عم محمود ولا ايه؟ والحاجات دي فيها هزار ما دام ندى. عارف لو بتهزر معايا مش هسيبك. لا مفيش هزار والله. هيكونوا راحوا فين يعني؟ انا ما اعرفش، انا واقف استني اهو. انت قلت لي كلمتيني قلت لهم دول نازلين، انا مستني بقى 10 دقايق اهو. بناتي راحوا فين يا عم محمود؟ انا منزلهم بايديا لما انت كلمتني. انا واقف مستنيهم والله مفيش حد. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ بناتي راحت فين؟ ما اعرفش والله. انا مش بنزلهم قبل انت ما تيجي، انا بنزلهم لما انت بتتصل بيا، يعني اكيد واقف هنا وشفتهم. والله ما شفتهمش، انا واقف مستني حضرتك والله كل ده. طب قول لي اتصرف ازاي؟ اقف دور معايا اعمل اي مع حاجه. انا مع حضرتك بس العيال برضه هم، انا واقف عند العيال ما ينفعش اسيبهم برضه. طب انا اعمل ايه طيب؟ قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ طب بص عليهم في اي حته، بص عليهم هنا ولا هنا. حول يا ربي حول يا ربي حول يا رب. خليكم قاعدين يلا بطلوا شقاوه ومش حد. يلا كل واحد مكانه. يا بطل. يا مبطل. نعم يا ام غزل. ما شفتيش غزل وفيروز؟
لا ما شفتهمش، هو في ايه؟ ما فيش، السواق اتصل بيا قال لي هو وصل، فقلت للبنات ينزلوا فنزلوا. عم محمود السواق كلمني بعد كده قال لي ان البنات ما ركبوش معاه العربيه، وانا مش عارفه اتصرف ازاي. قال لي ما ركبوش ومش عارفه راحوا فين، انا مع اني مش بنزلهم غير لما هو يتصل بيا. بصراحه انت غلطانه، انا بصراحه ما بسيبش بنتي ابدا، انا اللي بوديها المدرسه وانا اللي بجيبها، المفروض انت اللي تنزلي بناتك. ما العربيه تحت البيت. طب ممكن يكونوا راحوا يجيبوا حاجه من السوبر ماركت، حاجه حلوه ولا حاجه؟ لا انا بديهم الشيبسي بتاعهم وسندوتشاتهم معاهم في الشنطه. طب هيكونوا راحوا فين؟ انا مش عارفه والله، انا لسه نازله ببطه عشان اوديها المدرسه. ما عدوش من قدامي خالص. لا ولا يا رب يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب. بصي يا بطه، عشان بعد كده لما اوصلك المدرسه يا حبيبتي اي حد يقول لك اي حاجه ما تسمعيش كلامه. حاضر يا ماما. تعالي يا حبيبتي يلا بينا. انا دورت عليهم في كل حته ومش لاقياهم. انت متاكد ان هما لما كلمتك في التليفون ما طلعوش قدامك من مدخل العماره؟ لا ما طلعوش، وانا واقف هنا والله من ساعه ما كلمت. طب انا اتصرف ازاي مش لاقياهم؟ طب هما خلي بالك ما طلعوش من مدخل العماره. حد شاف غزل وفيروز يا جدعان؟ لا يا عم محمود، ما حدش من قدامكم خالص، ما حدش شافهم طالعين كده. لا يا طن، انا مضطر امشي عشان ادور تانية. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مسؤوليه عليا دول، خلي بالك انا ما ينفعش اقف اكتر من كده والله. انا اسف جدا، دي غلطتي والله، دي غلطتي عشان انا اللي منزلتهمش بايديا. فين جوه كده ولا هنا؟ ما اخش اشوفهم. ماشي ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه دي بس، ايه دي بس، فاهمين ايه اللي حصل بس؟ واحده واحده. مفيش، عم محمود السواق كلمني قال لي نزلي العيال، انا وصلت. تمام. قلت له البنات، البنات المفروض يطلعوا له بره. كلمني بعديها ب 10 دقايق قال لي البنات فين، قلت له نزلتهم لك والبنات ما نزلوش، وبيقول لي ما خرجوش اساسا من مدخل العماره. طب بص يا استاذه ندى، بدل ما دخلوا ما خرجوش من مدخل العماره، اكيد بيلعبوا عند اي ساكن من سكان العماره. احنا عندنا 40 ساكن. تمام، خبط على كل ساكن ونشوف الاولاد عندهم. خبط على مين ولا على مين؟ وبعدين انا مش معوده بنتي ان هم يطلعوا عند اي حد. بص يا استاذه ندى، فاكر ما قلت لكم نركبوا كاميرات على دخله العماره وعلى السلالم؟ قلتوا لي لا، كان زمان دلوقتي بالكاميرات دقيقه واحده عرفت عيالك فين بالظبط. خلي بالك الكاميرات مهمه. انا هقول لك حاجه يا استاذه ندى، باذن الله خير وربنا يجيب العواقب سليمه باذن الله. انا دلوقتي هستناك على الدخل هنا، وحضرتك اتفضلي دوري عليها عند السكان، وانا لو اي حاجه هكلم جوز حضرتك. يعني انا ادور عند السكان؟ اه، خبطي على ساكن يا فندم، فيها ايه؟ طيب ماشي، شكرا. انا هستنى حضرتك هنا عشان لو ايه ما فيش حد يطلع من الدخل. ماشي، ربنا يخليك يا استاذ احمد يا رب. ربنا يطمنا عليك. فريود. نعم يا غادة. تعالي قاعدة افتح الشيبسي ده وتشوفوا مين هديته احلى. ماشي يا غادة، يلا. مين هديته احلى بقى؟ يا رب انا. كسب لي بلادة. يلا بقى حل. كسب لك ايه؟ كسب لي مستي. الله، حلو قوي يا فريود، احنا الاثنين حلوين، لعبتنا حلوين. صح يا غاز. تعالي نفتح اللعبة. افتحها لك. انا فتحتها. غاز الفيروز. نعم يا عني. تعملوا ايه هنا؟ قاعدين بنلعبوا. الله الله، وبتاكلوا شيبسي كمان؟ اه. انت مش هتروحي المدرسة ولا ايه؟ اصل المرة كنت تعبانة. تعبانة؟ اه. انا مش هتروحي المدرسة؟ اه مش هروح. ماشي. ايه البيت الجميل ده؟ شكرا. الله، البيت ده حلو قوي، هخلي بابا يجيب لي واحد. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد،
ايوه مين؟ انا استاذ محمد. استاذ محمد والنبي فيروز، فيروز وغزل ما جوش عندك؟ لا والله. في حاجه ولا يا استاذه نادر؟ مفيش، المفروض انا منزلهم للباص، الباص كلمني بعديها ب10 دقايق قال لي البنات ما جوش، وانا لفيت عليهم الدنيا كلها ومش لاقياهم. مش لاقياهم؟ لا مش لاقياهم. طب انا هنزلك. ماشي يا استاذ محمد. امنيه ما شفتيش بناتي غزل وفيروز يا امنيه. غزل وفيروز؟ اه في البيت. بيتي انا؟ لا في البيت اللي في الجنينه. البيت اللي في الجنينه؟ ايه شفتيهم؟ ايوه انا قعدت احذر معاهم. قولي والله يا امنيه. والله كانوا عايزين يناموا. ربنا يخليك يا استاذه ندى. في لقيتيهم؟ ايوه بتقول لك ربنا يخليك يا امنيه، ربنا يخليك يا امنيه. لقيتهم فين طيب؟ لقيتهم فين؟ لقيتهم فين يا امنيه؟ لقيتهم في البيت اللي في الجنينه. تعالوا روحوا معانا. هما بيلعبوا؟ اه اطلعولي. والله ما انا سايباك. اطلعولي اطلعي. حرام عليكم، اقسم بالله حرام عليكم. انتوا تعرفوا تلففتوني وراكم قد ايه؟ انا طلعت دورت في الشارع وسالت سكان العماره واحد واحد عليكم انتوا الاثنين. والله العظيم ما انا سايباكم. والله العظيم انت فاجعتيني يا استاذه ندى. يعني تقولي عايزه انام وتجيلي تنامي لي هنا في البيت بس ما تروحي المدرسه؟ ماما انا قلت لك انا عايزه انام يا ماما وانت ما سمعتيش كلامي. والله ما والله اللي اقول لابوك عليكم اخليه يعلقكم انتوا الاثنين. دي فكره غلط. هربتي منها كده يعني؟ والله ما انا سايباهم. يا حبيبتي انت وهي قبل ما تعملوا اي حاجه قولوا لماما الاول يا بابا. ما يا ماما مش راضيه اخش انام. بصي يا محمد احنا لازم نركبوا كاميرا عشان بعد الموقف ده انا مش حاسه ان اعصابي مش على بعضيها خلاص. لازم كاميرات في العماره ان شاء الله. والله ماشي. ماما انت لما سمعت كلامي وقلت لي خشي نامي كنت ما عملتش كده. والله انا هخلي ابوكوا يتصرف معاك. ماشي قدامي. انا اسفه يا ماما. قدامي يلا انت وهي خلصوا. اوعي تعملي كده يا امنيه. لا انا كبيره بس صغيره. جدع يا امنيه. مش عايزه حاجه؟ مع السلامه.